يرى مراقبون أن هناك عددا من الملفات الشائكة ستكون على طاولة وزير التنمية المحلية الجديد. من بين تلك التحديات التي سوف يواجهها وزير التنمية المحلية الجديد ملف فساد المحليات. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا على الهواء مباشرة من أمام مقر وزارة التنمية المحلية مراسلتنا سالي سالم. أهلا بك سالي، وماذا لديك من تفاصيل وهل بالفعل وصل الوزير إلى مقر الوزارة؟ أهلا بك زميلي، نحن بالفعل نقف أمام مقر وزارة التنمية المحلية. وصل منذ نصف ساعة تقريبا الوزير محمد هشام الشريف إلى مقر الوزارة ليتسلم مهام منصبه. على طاولة الوزير العديد من القضايا والملفات، على رأس هذه الملفات استكمال مسابقة المحليات والتي قد بدأت مرحلتيها الأولى والثانية وتم إعلان النتائج الخاصة بها في عهد وزارة أحمد زكي بدر. هذه هي أولى الأولويات التي على ملفات الوزير. أيضا لدينا تشغيل مركز سقارة للتدريب، والذي هو المنوط بتدريب الكوادر العاملة في وزارة التنمية المحلية وغيرها من المجالس المحلية في المحافظات. لدينا أيضا متابعة نتائج مشروعك الذي لم تجني ثماره حتى الآن النتائج المرجوة منه، وخاصة في محافظات القاهرة والجيزة. هناك أيضا ما يتعلق بترسيم الحدود، ملف ترسيم الحدود الذي لم يفتح في عهد وزارة أحمد زكي بدر. هناك أيضا إجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات، وذلك يعني في نفس الوقت الذي من المقرر أن يكون الجدول الزمني لهذا الملف في النصف الأول من 2017 وفقا لما طرحه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل. هناك أيضا قانون الإدارة المحلية، والذي هو بصدد الخروج إلى النور من مجلس الشعب، يعقد الآن تفاصيل هذا القانون. دعني أذكر لك أن وزير التنمية المحلية محمد هشام الشريف هو من مواليد عام 1953، وهو خبير في مجال التكنولوجيا العالمية، وكذلك هو كان من يحتل منصب رئيس مجلس الأمناء للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات. هناك العديد من الملفات كما ذكرت لك المنوط بها الوزير في هذا الصدد. إليك زميلي. نعم سالي سالم مراسلتنا من أمام مقر وزارة التنمية المحلية، شكرا لك.